آخر قسم خاص في الكومبوننت فيو اللي هو الفريم ديتيلز. في الفريم ديتيلز راح تجد عندك تفاصيل خاصة في الفريم ديتيلز اللي من قسمها اللاي اوت. اوكي، ايضا عندك الانفيجوال فريم الخاص في كل اليفيشن، اليفيشن A، اليفيشن B، واليفيشن اليفيشن C. طبعا هذه كفريم يعني يعطيك تفاصيل القطاع كسكشن. طبعا لو تلاحظ هذه ب 30 في 60. اوكي، هنا عندك لو تلاحظ هنا عندك سي سي 3، ايضا عندك هذا 30 في 60 باعتبار انه جميع البيمز اللي موجودة عندي هي واحدة. ايضا هنا ده يعطيك الستوري اللي موجودة عندنا، ستوري 1 ستوري 2. خلينا ننتقل مثلا لهذا الالفيشن، هنا جميع التفاصيل الخاصة في الالفيشن تم توليدها عندك كفريم لاي اوت. اوكي،